بعد غياب دام قرابة 3 سنوات بسبب وباء كورونا، انطلق الصالون الدولي للفلاحة والعتاد الفلاحي في طبعته الأولى ببهو قاعة العروض الكبرى أحمد باي بقسنطينة، أين رافقت النهار الفلاح بديس في جولته لهذا الصالون بغرض البحث واقتناء الآلات والعتادة الذي يخدمه كفلاح من أجل زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي. هارون بوحزام رصد التالي. عندنا أكثر من 200 شركة مشاركة، شركات وطنية عمومية وخاصة وكذلك شركات أجنبية من 5 دول، طبعا هي الصين تركيا تونس إسبانيا وفرنسا. الصالون في هدف إلى خلق فرص شراكة واستثمار في منطقة الشرق الجزائري. بعد أزمة كورونا كان عندنا الشرف بفتحوا لنا هذا المعرض الفلاحي، وحنا كفلاحة جينا بخصوص على العتاد الفلاحي وقاعدين نشوفوا الأسعار. وحنا ثاني عندنا نرحبوا بقرار السيد رئيس الجمهورية فيما يخص استيراد العتاد الفلاحي، وماذا بينا حنا يسهلوا لنا الإجراءات، والفلاح راهو حر، يا إما العتاد المحلي ولا العتاد المستهلك.